بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله جل وعلا شأنه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. الطغاة الجبابرة الملوك بشكل عام، هؤلاء عادة طغاة، نادرا ما تجد منهم ليس كذلك. قلت نادرا، الحقيقة حينما تستعرض الملوك لا تجد من هو ليس كذلك. إذا دخلوا قرية أفسدوها، دمروها، ظلموا وطغوا وتجبروا وجعلوا أعزة أهلها أذلة، كرام الناس فيها عبيد مقهورين ضائعين وكذلك يفعلون. هذا القول قالت إن الملوك وكذلك يفعلون، إشارة إلى تأكيد ما قالت حاكمة اليمن. على كل حال، نحن اليوم أمام مشهد من هذه المشاهد. قيصر روسيا اليوم الحديث ملك بوتين يجتاح دولة مجاورة أوكرانيا بحجج، يعني تسمع حجج بوتين والإعلام الروسي، يعني معنى هذا الحجج التي والأعذار التي يستخدمها لاجتياح أوكرانيا أعذار تنطبق على كل الدول المجاورة لبعضها، بل وغير المجاورة. مثلا أن أمن روسيا لا يتحقق إلا إذا كانت أوكرانيا منزوعة السلاح، ولهذا هو اليوم يعلن أنه يريدها دولة منزوعة السلاح بغض النظر عن أهدافه الحقيقية. وأنه خطر على روسيا أن تكون في دولة بجوارها فيها سلاح، أو تنضم إلى منظومة فيها سلاح. طيب هذا الأمر هي حجة أن كل قوي يبتلع الضعيف من حوله، طبعا هذا سخف. على كل الشيء الملفت طريقة التعاطي الغربي خاصة أمريكا مع الشعارات التي تنادي بها، الديمقراطية والوقوف مع الدول المقهورة أو المعتدى عليها أو الحفاظ على القوانين الدولية والأعراف، هذا كله تبخر وهم يراقبون عن كثب، انتبه، ما يحصل في أوكرانيا. لو أرادت أمريكا أن تلجم بوتين، أمريكا ومن معها وهي قادرة على جمع من حولها، لما تجرأ بوتين على مهاجمة أوكرانيا. القارئ بين سطور السياسة الأمريكية يستوحي وكأن الأمريكيين شجعوا بوتين على مهاجمة أوكرانيا وأفهموه أن الخطوات التي سيقدمون عليها لا تشكل عقبة كؤود أمام رغبات بوتين، وهذا ما حصل حتى الآن.
الأمريكان لا يتحدثون عن خطر حقيقي، عن مخاوف أوروبية، عن هواجس، عن شعب بكامله يتعرض إلى عدوان ساحق ماحق. تذكروا يوم اللي اجتاح صدام الكويت، الدنيا قامت وما قعد، حلف دولي عالمي، جنون عسكري، استعدادات. طبعا ممكن لقائل أن يقول بأنه من الروس عندهم أسلحة نووية. أنا لا أتحدث عن حرب عسكرية، الكل يعرف أن روسيا، أن الاتحاد السوفيتي اللي كان يملك دولة كبيرة أكبر من روسيا اليوم بكثير، ويملك منظومة اشتراكية واسعة، حلف وارسو، لكن لم يغنه شيئا، وتفتت الاتحاد السوفيتي وتفتت المنظومة الاشتراكية من حوله. أمريكا ومن معها اليوم هم أقدر على وقف المحنة، لكن الظاهر أن أمريكا من مصلحتها أن تخيف أوروبا، أو أن تبقى أوروبا خائفة من خطر داهم في شرقها، يجعلها تلوذ بحامل حمى الأمريكي ولا تخرج عن توجيهاته. هذا طبيعي. إذا أوروبا شعرت بالأمان والاطمئنان، شيء طبيعي أن تفكر دائما بأنها هي تأخذ قرارات لمصلحتها، مرتاحة، دون شعور بخوف، دون شعور أنه يجب أن تبقى الإدارة الأمريكية راضية، لأن رضاها ضرورة لأمن أوروبا. من هنا يبدو طبعا نحن نتحدث عما يمكن أن نتصوره من مصالح أمريكية، يبدو أن أمريكا تريد أن تجعل من مستنقع أوكرانيا علك يطول أمره، وتحاول بقدر المستطاع أن مخالب الدب الأمريكي، الدب الروسي، تبدو دائما وكأنها في حالة إرعاب أوروبا. على كل هذا الأمر يعني ممكن يضعنا بصيغة أو أخرى أمام مرحلة متطورة عن الحرب الباردة، وربما لها تفاعلات في أكثر من مكان. نحن نتحدث عن هذا الحدث المرعب الذي المدان، الحقيقة المدان، روسيا مدانة فيما تفعل، وأمريكا مدانة فيما تستغل. لكن هذا ما يجري بشكل عام يضع ما يسمى بالمنظومة الدولية لحفظ الأمن العام للدول على 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 المحك، على طاولة الخطر. يعني مجلس الأمن ماذا ينفع هنا؟ ولا شيء. أمم متحدة، عدالة دولية، ولا شيء. ولا شيء. والعذر أن روسيا عندها قوة نووية، يعني القوة النووية لروسيا يبرر أن تجتاح مثلا، تذبح وتجتاح دولة هنا ودولة هناك ودولة ثالثة ودولة رابعة وإلى النهاية. إذن أي دولة
تستطيع بحكم أنها قوية، يعني قوتها تشرع لها أن تفعل ما تشاء، ويعتذر الآخرون أن هذه دولة قوية. هذا له دلالة خطيرة جدا وجدا، ويستتبع هذا الأمر مسؤوليات على كل إنسان منا. طبعا الأطراف كلها، إن كان أمريكا أو إن كانت روسيا أو أي طرف آخر، هو يرتكب نفس ما ارتكب بوتين اليوم. مثلا أمريكا ارتكبت في العراق وبأفغانستان، حتى الآن في أفغانستان وغيرها وغيرها، دول كثيرة لكن لا أريد أن أطيل الشرح، ما ارتكبه بوتين في أوكرانيا. فرنسا ترتكب في شمال إفريقيا ووسط إفريقيا ما يرتكبه بوتين، لكن باعتبار الحدث في أوروبا فضجيجه الإعلامي أكبر. بينما يعني مثلا في مالي أو في مكان آخر، يعني هناك لا أحد يهتم للإعلام ولا السياسة. على كل حال نخلص من هذا وذاك إلى ما يجب أن نعتبر. أنتم تعرفون أن بوتين ذبح أهلنا في الشيشان، قتلهم قتلا عام. في سوريا حرق الأخضر واليابس مدن، دمرها، حرقها مرارا، ولا أحد يتحدث طبعا، بل بالعكس الجميع يصفق لما فعل في سوريا. بحجة أنه قوي، أنه يملك أسلحة، يملك قنابل نووية. إياكم أن تزعجوني، أستخدم أسلحتي كما يقول اليوم. أيضا بالمناسبة الهند، يعني الهند استباحت كشمير، اليوم المسلمون في الهند، طبعا حينما نقول المسلمين في الهند يعني لا نقول عشرات الناس أو مئات أو مليون أو 10 مليون، المسلمون في الهند مئات الملايين، 300 مليون، 200 مليون أو أكثر، أنا الرقم الدقيق لا أعرفه. شعب بكامله يتعرض اليوم لأبشع أنواع الظلم والطغيان والقتل والسحق، يعني ليس من خلال عصابات، لا، من خلال الدولة. الهند قوية، تملك أسلحة نووية، نحن لا نستطيع أن نفعل شيء. أيضا أوروبا، أوروبا تنكل بالضعفاء المسلمين، لا ترى عدو، يعني روسيا ليس خطرا على أوروبا بمقدار خطر محجبة عفيفة كريمة تلبس على رأسها ما يحفظ كرامتها لهذه الدرجة. حملة إعلامية، طبول حرب وخطب نارية، وفي كل في كل أوروبا، وكأن هذه المرأة أو هذا الطفل الصغير الذي يختطفوه من بين يدي أمه وأبيه تحت عنوان حمايته، هو الأمر ليس كذلك، هو اختطاف قذر، يريدون محاربة
المسلمين، أن هذا نختطفه ونربيه على أيدينا ونصنع منه قضية تافهة، نحوله إلى إنسان قذر، نبعده عن ثقافته، عن إسلامه، عن أهله، عن دينه، إلى النهاية. هذا أمر مجنون قائم اليوم، وفي حملة غربية على حتى على ثقافتنا في بلادنا. في بعض مناطقنا اليوم يعني من يحاول الحفاظ على كرامته قد يتعرض لحملة إعلامية، إلى درجة أنك مثلا حينما يتحدث أحدهم عن مثلا سقوط أخلاقي في مكان ما، بدل أن تقول هذا سقوط أخلاقي، هذا أمر عمل فيه رذيلة، لا، يستخدمون مصطلحات أخرى، مثلا كأن يقول والله مثلا شجاعة، إقدام، يمدحون الفجور لغسل أدمغة الناس، والناس يعني كثير من الناس تخدع بالألفاظ الطنانة الرنانة التي تحاول غسل الأدمغة. على كل حال، هنا الحديث عن الدول الضعيفة، الدول الصغيرة، الدول المسالمة بعد ما رأينا ونشاهد، هذا حديث عدو الشعوب. مين من كان؟ افترض واحد مسلم لبناني أو سوري أو أردني أو عراقي أو مصري أو سعودي أو خليجي أو إيراني أو تركي أو أي، حينما يتحدث عن شعوب مسالمة، شعوب تعيش على ضعفها، لا تريد أن تتسلح، لا تريد أن تستقوي بمقومات قوتها، هذا عدوش هذه الشعوب اليوم. ليس فقط بوتين، يعني مثلا خذ نسخة ثانية، الصهاينة في فلسطين، انسى ما كانوا يقولوه بالقديم، تعالوا لحتى نتعايش بجوار بعضنا، أن يكون يهودي في بيته آمن وتكونوا في بيوتكم آمنون ونحن وإياكم. اليوم الموضوع هذا انتهى، لأنهم وصلوا إلى مكان لا يريدون أن يكون في دولة فلسطينية آمنة، يريدون شعب فلسطين منزوع السلاح. وهذه مقدمات، هو الحقيقة هم لا يريدون لا شعب فلسطيني ولا يريدون كيان فلسطيني ولا أرض فلسطينية، هم يريدون التوسع، يعتذرون هنا وهناك مثل بوتين وغير بوتين، كل العالم تريد أن تتوسع. هناك أصوات في العالم العربي والإسلامي، وهناك دول نعم تعطي أذنها، يعني تستمع للمنطق الصهيوني وتحاول تقنع المسلمين والفلسطينيين بضرورة يعني ترتيب الأمور على حسب الممكن والواقع. يا إخواني، باختصار، ما يجري في أوكرانيا أو ما نعيشه في فلسطين أو غير فلسطين، هنا في هذا العالم المملوء ذئاب ووحوش طارية، الضعفاء هم فرائس يؤكلون، ثرواتهم تؤكل، حرياتهم تؤكل، كراماتهم تؤكل،
عزتهم تؤكل. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. اليوم لبنان دولة صغيرة، نحن لبنانيون، نحن سوريون، نحن أردنيون، نحن عراقيون، نحن كويتيون، نحن نحن نحن. طبعا هذا الفكر ليس فكر الشعوب، شعوبنا ليست كذلك، لكن هذه السياسة الغربية. ومن يعتقد أن مصلحته في تقسيم البلاد والتحكم بالعباد؟ من إمتى كان مثلا في شعب سوري شعب لبناني؟ من إمتى كان في شعب فلسطيني وشعب لبناني؟ من إمتى كان في شعب لبناني وشعب أردني وحجازي ومصري؟ نحن أمة واحدة، أمة واحدة، دولة واحدة. بالأمس غزانا الأعداء وقسمونا إلى فتات صغير، اللي حتى تصبح لديهم القدرة أن يفعلوا ما يشاءون، ونحن لا نملك إلا الاستسلام. ما يجري في أوكرانيا أو ما يجري في فلسطين أو ما يجري في العالم ككل يقول لنا بالصوت المرتفع العالي، كل شخص، إن كان حاكم وإن كان إعلامي وإن كان سياسي وإن كان فلاح عادي، يرضخ لمنطق التقسيم ومنطق الضعف ومنطق الهوان. هذا عدو شعبه، عدو أرضه، عدو مستقبله، مستقبل أطفاله ومستقبل أمته. نحن باختصار، حتى لو كان هذا المنطق ممجوج من قبل الكثير من الناس الذين غسلت عقولهم واستنسخت أفكار الثقافة الغربية في عقولهم كما يريد الغرب، نقول بصراحة علينا بشكل عام إذا أردنا أن نعيش بكرامة وأن لا نخدع أنفسنا وتكون الأجيال أمانة في أعناقنا نعمل لصالحها، بلادنا أمانة في أعناقنا نعمل لصالحها، علينا بكل الوسائل المتاحة والممكنة نعمل لبناء أمة تستطيع الدفاع عن نفسها. طالما أن من يملك سلاحا نوويا يستطيع أن يحمي نفسه، وقد يستطيع أن يبتلع أمم أخرى، بالتأكيد كل دولة لا تسعى لامتلاك سلاح نووي من عالمنا، كل حاكم يهرب من التمكن من القوة، حاكم غير شريف وخائن، حاكم غير شريف وخائن على أممنا وشعوبنا أن تعمل لامتلاك المناعة العسكرية والاقتصادية. وهذا الأمر يتطلب من الشعوب، هؤلاء الحكام. يعني إذا كان يخطر في ذهنك أن السيسي تنتظر منه هذا، السيسي مجرد عميل صغير سافل، هذا مجرد جندي في بالموساد الصهيوني أحقر مما نتخيل. أما هذا الموجود بالشام، هذا يعني اللي سلم بلاده للروس، هذا الروسي، هذا تريد منه أن يفكر بهذه الطريقة؟ لا. بالخليج أيضا لا. الحكام لا نتوقع منهم شيء، هؤلاء مجرد لصوص وخدم للغرب وللإمبراطوريات الكبرى المتحكمة. نحن
علينا أن نعتمد على أنفسنا كشعوب، نتبنى المشروع هذا ونعمل، نعمل نبني شعوبنا، نبني أجيالنا حتى يتمكنوا وتتمكن الفكرة من رؤوسهم ويتمكنوا من متابعة نشاطهم حتى نصل إلى بناء مستقبلنا. أوكرانيا درس، فلسطين درس، كل الشعوب المضطهدة دروس لنا، أنكم عليكم أن تمتنعوا بقوتكم، قوة. القرآن الكريم أمرنا بالاستعداد والقوة، ليس لمهاجمة الآخرين، لا، لمنع الآخرين من مهاجمة بلادنا. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة لترهبوا، ترهبوا تمنعوا، تخيفوا الآخرين. أين القوة التي نحن نخيف بها الآخرين اليوم؟ نحن أمم مشلولة مهزوزة، حتى الحاكم عندنا سرقوا أموالنا بادعاء أنهم يحمون بلدنا، سرقونا. من يحميك سرقك، سرق الرغيف، ما استطاع يحمي الرغيف، ما استطاع يحمي حبة الدواء، ما استطاع يحمي مستقبل أولادنا. الآن الشعب اللبناني، كل الشعب اللبناني حتى كبار المقاومة، إذا صار لهم فرص يفلوا من لبنان ويروحوا على بلاد المستعمرين، أعتقد ما بيقصروا. بسبب شو؟ بسبب شو؟ بسبب خيانة هؤلاء الذين ادعوا الشرف وشرفوا بريء منهم. أمتنا، شعوبنا تتحمل مسؤولية مستقبلنا، وكل واحد منا هو مسؤول عن بناء هذا المستقبل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.